كلمينا بنفسك وكلمينا عن تجربتك في الزواج المبكر. أنا اسمي سامية جلال محمد. أنا بنتي كانت عندها 15 سنة وكان جاي لها عريس وباباها كان مصمم إن هو يجوزها، فأنا كنت طبعا معترضة وحماتي كانت موافقة وأهلها كلهم كانوا موافقين وأنا كنت معترضة لأنها لسه سنها صغير 15 سنة. فكنت أنا كمان حضرت مع الرائدة مدام حليمة، أنا دوت كتير عن الجواز المبكر وعن أضراره، إن هي هتتعب في حمل، في ولادة، ما فيش شهادات ميلاد لابنها أو بنتها. فروحت لها واتكلمت معاها بصراحة مشكورة، جت معايا واتكلمت مع جوزي وكده وحاولت إن هي تقنعه بس هو ما كانش راضي، فاتجهت إن هي تتكلم مع ناس في المكان عندنا وكده وناس كبار وكده لحد ما الحمد لله أقنعه. وغير كده هي كمان اتكلمت معاه في موضوع تكافل وكرامة، لأن هي قالت له طول ما هي في الدراسة هم يعتبر الحكومة بتصرف عليها، يعني أنت كده كده مش خسران معاها حاجة، لحد ما الحمد لله إن هو اقتنع بالموضوع. ياس. كلمينا أنت يعني مريتي بتجربة زي دي زمان فعشان كده رافضة الفكرة؟ لا والله يعني أنا جالي عريس من وأنا صغيرة برضو، بس بصراحة يعني وأهلي رفضوا. وغير كده في الندوات اللي أنا شفتها وعرفتها يعني قلقت، قلت لا خفت على بنتي وكده إن هي تتعرض ليحصل لها حاجة، هي يجرى لها حاجة، مولودها كمان، حاجات كتير أوي في الندوات بصراحة اللي إحنا بنحضرها وكده. فأنا كنت رافضة موضوع الجواز ده. بس العفو. عرفينا بنفسك وكلمينا عن تجربتك. أنا سمر رجب عبد الفتاح. اتجوزت وانا صغيره وعانيت كتير ما اقولش لا، وبعد ما اتجوزت حبيت وخلفت جبت بنت وولد، وبعد كده كملت تعليمي في نحو الاميه وكنت حابه ان انا اتعلم يعني، وبتندم دلوقتي ان انا ما اتعلمتش. ايوه، وبرضه قله التعليم اللي انا برضه يعني لما جيت مبني كبر وكنت حابه ان اخلي ماما قولي لي ده ايه، انا ما كنتش عارفه، فانا كان هدفي دلوقتي ان انا اعلم ولادي. بس الحمد لله لما رحت نحو الأمية بقت تعرف تجاوب معاه وكده. كلمينا عن دور الرائدات معاكي هنا في ضمن الحملة. تعبت جامد، أول حمل سقطت وكنت تعبانة، ويعني في ليلة الزفاف ده أنا نزفت وعانيت، وكنت يعني بخش عمليات دايما بسبب إن أنا كنت بحمل وأنا صغيرة وبسقط وكده. ايوه يعني بص صحتي دايما يعني صحتي مش زي الواحده اللي متجوزه كبيره، فدايما صحتي في النازل، فانا يعني انا انصح اي واحده ان تتجوز وهي صغيره، يعني انا اللي حاجه 20 سنه دي حاجه كويسه. عرفينا بنفسك وكلمينا عن مشكلتك. انا اسمي ناديه حسن. ناديه انا كنت جايه اكتب كتب الكتاب وقالوا لي اهلي ما رضوش يكتبوا الكتاب اللي هو العرف ده، فجابوا لي مأذون من واحد، جاب لي مأذون من عندنا وكتب لي رسمي، بس ما قاليش اللي هي كتابها ايه، اللي هي مزوره ولا في اي حاجه. ما عرفتش الا بعد ما جوزي اتحبس دلوقتي وخد 10 سنين. رحت عشان اطلع البطاقه واسيمه، عشان الاسيمه بتاعتي كانت ضايعه، فعلى الكمبيوتر جيت اطلعها من على الكمبيوتر، ما فيش على الكمبيوتر، قال لي مش مسجله. رحت اول مره، بعد كده عملت تاني مره، رحت تاني بردك عشان اشوف بردك الدنيا فيها ايه، ممكن في غلط ولا حاجه في الكمبيوتر وكده. بردك تاني مره لقيتها بردك القسيمه مش هتطلع، فانا حاولت اعرف، دخلت المدير السجل المدني، ومدير السجل المدني قال لي الورقه دي مزوره مش حقيقيه. فقلت له طب اعمل ايه، انا معيش بطاقه دلوقتي، البطاقه بتاعتي مكسوره ومش عارفه اطلع بطاقه ومش عارفه اعمل ايه، ولا المأذون لاقياه ولا اي حاجه، ودلوقتي ولا ليا معيش ولا ليا اي حاجه، ومعايا طفلين، معايا سين وفاطمه 4 سنين و6 سنين، ومحتاجين بردك حاجات مدرسه وحضانه، وعندي ايجار شقتي ومش عارفه اعمل ايه.